للطريق هلم ورائي. يا من تبغي الحب الحقيقي هلم ورائي، هلم ورائي لتجد هدفا للسنين الباقية، هلم ورائي فتكسب ربحا للحياة. أصدقائي المشاهدين، بحييكم وبرحب فيكم بهالحلقة الجديدة من برنامج هلم ورائي اللي عم نطلع عليكم فيها من خلال شاشة سات 7. وطبعا ما تنسوا أنه بتقدروا كمان تتابعونا عبر الإنترنت على موقع سات 7 الإلكتروني www.sat7.org أو على صفحتنا على فيسبوك Follow Me with أيمن هلم ورائي. وطبعا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر وإنستغرام على العناوين اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشة. وهبة وكريس رح يكونوا حاضرين حتى ينقلوا لنا كل مشاركاتكم وتعليقاتكم. مساء الخير هبة. مساء الخير كريس. مساء الخير. في عنا أشياء جديدة اليوم؟ أكيد على طول في عنا أشياء جديدة. أوكي، وأكيد رح يكون في إلنا وقت نتعزى فيه بالترنيم مع فريق أرني مجدك بقيادة خينا نور بطرس. مساء الخير نور. مساء الخير شباب وصبايا. أنا أكيد أنه رح نتعزى من خلال الترنيم اليوم. لما تكون مولود ببيئة معينة وهالبيئة بتفكر بطريقة معينة وعندها عاداتها وتقاليدها الخاصة فيها، وفجأة بتسمع صوت المسيح عم بيقول لك هلم ورائي، بتفهم ساعتها أنه تلبية دعوة المسيح مكلفة ومنها سهلة أبدا. قبول دعوة المسيح والسير معه هو قرار طوعي لازم ياخده الشخص بملء إرادته، لأن المسيح ما بيجبر حدا أبداً على اتباعه. قال الرب يسوع: من منكم وهو يريد أن يبني برجاً لا يجلس أولاً ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله؟ قبل ما الشخص يقرر يتبع المسيح لابد أن يحسب نتيجة قراره، لأن هيدا القرار تأثيره بيبدأ هون ولكن ما بيخلص للأبد. اتباع يسوع بيعني انسلاخ الإنسان عن كل قديمه. قال الرب يسوع: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. اليوم موضوع حلقتنا رح يكون عم يتناول كل هالأفكار اللي طرحتها عليكم، ولكن بالأول رح نبدأ حلقتنا بهالترنيمة مع فريق أرني مجدك. نور. في كل يوم بشوف قبور، كلمت قلبي من سنين، فاكر في يوم همسك يقول أنا راجع تاني وهمضيك ملايين. قلبي يرجع لعيني
ضيفنا لليوم حبيتوه من خلال شاشة سات سبعة وبتعرفوه كتير منيح، كلنا عرفناه بطلاته العفوية وتحديدا بتقديمه لضيوفه وبمحاورته اللبقة واللائقة دايما لضيوفه. قبل ما نستقبل ضيفنا بالاستوديو خلينا نتعرف عليه بهالريبورتاج. ضيفنا لليوم هو إعلامي عربي، كاتب ومنتج سينمائي وتلفزيوني. إيمانه المسيحي بالتسعينات كان خيار جريء وصعب بوسط مجتمع غير مسيحي. اشتغل بمجال التدريس والبحث الأكاديمي، حائز على دكتوراه بالأثروبولوجيا التاريخية، تخصص بالدراسات اليهودية Jewish Studies، حائز على ماجستير في مقارنة أديان والاستيزية في التاريخ من جامعة تونس الأولى. كاتب ومؤلف لعدد من الكتب منها كتاب تشكل اليهودية، وهو هلأ بصدد الانتهاء من إصدار كتاب بعنوان صديقي العربي يستفيق ورواية مسافر بين قوسين. ومن أشهر مؤلفاته طبعاً قصة أسقف البسطاء عن حياة القديس أغسطينوس، واللي تحولت إلى فيلم سينمائي حصد عدد من الجوائز بالعام الماضي. ولد وعاش بتونس وتنقل للعيش بعدة بلدان من العالم، واليوم هو مقيم بلبنان، متزوج من السيدة إلين واتن الحائزة على دكتوراه في التاريخ الحديث. هو وإلين عندهم ولدين، زكريا 17 سنة وليندا 16 سنة. هو مدير لشركة لايت هاوس للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ومقدم البرنامج التلفزيوني المعروف ممنوع، واللي غير له اسمه لاحقاً إلى مش ممنوع. استضاف وحاور العديد من المشاهير في العالم العربي وعرض برنامجه على شاشة سات سبعة، ومن بعدها عرض على أكثر من محطة غير مسيحية. ضيفنا لليوم هو عماد دبور، مع الإعلامي عماد دبور. Forbidden with عماد دبور. أنا عماد دبور. عماد دبور، أهلا وسهلا فيك بهالحلقة من برنامج هلم ورائي. شو بيكون شعورك لما بتشوف كيف الرب استخدمك مع هؤلاء الأشخاص، إنك وخاصة إنه اللي بنعرفه عن عماد إنه مش عم بيقدم برنامج طابعه ديني، عم بيقدم برنامج ثقافي. ليش عماد مصر إنه يبقى الصحافي اللي عم بيقدم ثقافة، وشو بيكون شعورك لما بتشوف حالك هيك عم تطلع مع هالأشخاص؟ أول شيء الشعور على هالمقدمة اللي كنت أعرف جزء منها، ولكن تفاجأت بالكمية الصور والألقاب. لما تزيد بتوريك اللي أنت العمر بيزيد، أو كما تقول أنت في كنيستنا وأنت صديقي والقسيس الذي أحبه وأحترمه جدا، أنه عمرنا عمال بينقص أو بنخسر أو نربح، فتلك مسألة ثانية. بالنسبة لاختياري أني يكون صحفي، أنا صحفي، يعني زي ما أنت بتقول حدا مؤمن مسيحي لكنه هو طبيب أو مهندس أو بروفيسور. بالحياة انتقلت من كذا مهنة، وأعرف أنه مهمة الإعلام في العالم العربي مهمة شاقة صعبة، خاصة أنه الإعلام اختار جزء في كبير منه السقوط في الإسفاف أو الترويج ل يعني غسل أدمغة الناس بأشياء لا ما بتسوى. أنا اسمح لي أقطعك شوي عماد، مش أنا بعرف إنك صحافي طبعاً، يعني الصحافي شيء بدمك، ما يعني لا تتصنع إنك تكون صحافي. بس سؤالي إنه وحطيت نفسك بمجال منافسة واسع جداً، صح. لو كنت رحت للاتجاه الديني يمكن كان بيعطيك شوية تفرد، بس كونك حطيت حالك بمجال ثقافي، في كتير من الصحفيين اليوم اللي عم بيقدموا برامج، حطيت حالك بمجال منافسة ومصر انك دايما تقدم نفسك الصحافي المسيحي اللي عم بيقدم برنامج ثقافي. شو عم بتحاول توصله
للناس اللي عم تشوفك؟ يعني الغريب انه وانا دارس في التاريخ انه اول كتاب اتجمع ككتاب هو الكتاب المقدس في التاريخ. يعني فما كتاب حمورابي هو قانون هيك مكتوب على حجر، او كتاب الموتى في الفراعنة. لكن لما تفكر انه الله في محبته وهو عنده طابع الأزلية اختار أنه فكر الله، حب الله، مشاعر الله، خيبات علاقة الناس مع الله وخيبات علاقة الله مع الناس، لأنه الناس أحيانا أيضا عندهم خيبات منتظرة، كانت في كتاب. فحسيت أنه الله يحب الثقافة، يحب الكتب، يحب أنه الناس يعيشوا في عالم المعرفة. عالم المعرفة صديقي أيمن اللي أنت طلبت مني، ما بقول لك أسيس وأنت يعني كل العالم، أنا أفتخر أن أنت بس مصر يعني قسيسي في النهاية، وزي ما بتقول مدام الشغل مش عيب. وأنت اخترت أن تكون خادم وعرفت الشهرة وعرفت الأضواء واخترت مجال الخدمة الدينية البحتة. لا، انت خرجت الى الجانب الاعلامي ولكن في مجال روحي. انا اخترت ان اخرج من الجانب بس الكنسي فقط، واعطي امل وحب للناس في العالم انه في اعلام حلو، في ثقافة حلوة. في نفس الوقت انا لا اخفي مهما كان الثمن مسيحيتي، حتى لو سحبت مني عقود. والحقيقة يا أيمن سحبت مني عقود، سحبت مني فرص أني أشتغل في اثنين من أشهر القنوات في العالم العربي. فقد طلب مني أني فيك تقول تلغي من الفيسبوك الطابع المسيحي؟ حبيبي قلت له فينا نشيل هالعقد من الطاولة ببساطة. خليني روح أنا وعماد من عماد الصحافة لعماد المسيحي. مرحبتي. لأنه أنا برنامجي طابع مسيحي، وتحديداً عنوان البرنامج هلما ورائي. أمتين، متى، وكيف؟ رح أحكيك بالفصحى العربية. لو أنا قررت أني رح أحكي لبناني شوي، أكثر عبارة بتعجبك بلبنان شو؟ تي يعني أصعب شيء تعلمته لبنان إلو لإلو ما تقلي لإلي. سمعت إلو رنانا رنانا إلو لإلو ما تقلي لإلي. طيب بدي أخرج شو بيعرفني؟ بدي أخرج من موضوع عماد الصحافي حتى أحكي عن موضوع عماد المسيحي. مرحبتي. أمتين وكيف سمعت صوت المسيح عم بيقول لك هلما ورائي؟ الغريب أنه في هالأسبوع أنت والأستاذ دوريد لحام سألتوني نفس السؤال. كنت مع صديقنا الفنان السوري الكبير دوريد لحام اللي عنده شغف بالجانب الروحي. قال لي أنا حكيت لك كل أسراري وإشاعاتي، احكي لي أنت أسرارك وإشاعاتك. الحقيقة يعني أحيانا حتى عندما تذهب على جوجل وتحط اسمي بتشوف أشياء حلوة وأشياء مش حلوة عن إيمان عماد دبور. وأنا ممنون لك يا أيمن أنك تعطيني الفرصة أن أحكي بتلقائية بحب. هذه حقيقة إيماني، وأنا فخور جدا أنه أو أني سمعت صوته لما قال هلما ورائي. عرفت المسيح أول مرة بالصدفة في بداية الثمانينات. وين كنت؟ بتونس، وبقرية يعني مدينة صغيرة اسمها سيدي بوزيد في وسط تونس. مش غريب انه ببلد كل ثقافته وكل طابعه غير مسلم. مسيحي. انك تسمع تونس بلد دعوة مسلم. انك تسمع دعوة المسيح عم بيقول لك هلما ورائي، اذا فيك تخبرني كيف كانت الرحلة طويلة. نصغرها بال82 قرأت الإنجيل بالفرنسية لبون نوفيل دوجوردوي، وحبيت بس ما فهمت كثير. بعدين شفت كتاب جبران خليل الجبران وحبيت أكثر شخصية المسيح. كمسلم نحن يعني تربينا على سيدنا عيسى ونحبوه المسيح. يعني صورة المسيح موجودة في كل في كثير من الأديان. لكن وأنا بالجامعة تعرفت على كتاب اسمه إيلوج دو لافولي، في مديح الجنون. هذا الكتاب أثر في جدا في بداية التسعينات. لكن من 92 من 82 إلى 92 هو كتاب لاهوت كتب في القرن 13. هو الكتاب الذي غير مارتن لوثر. لا أدعي أن أكون مثله، لكن هذا الكتاب طبعاً. ثم درست كالفن والكالفينية بالجامعة. يعني بس يعني فينا نفهم أنه بقلب قراءاتك أنت عم تقرأ كتب ثقافة وتاريخ هو عرفت على المسيح. يعني أنا رحلتي فيها من الإلحاد ما فيها، فيها من الإيمان ما فيها، ومراوحة بين هذا وذاك.
لكن التقيت في يسوع في كذا موعد، وفي كل مرة يا أيمن قلت آه لو كان هذا صديقي، آه لو كان هذا اللي خسارة، حبيت أني لو ولدت في بيت مسيحي أو، وكانت أمنية إلى أن اكتشفت في تجربة ما إلى شيء علاقة بالجانب الثقافي ولا الكتب ولا شيء، التقيت ببعض الناس البسطاء جدا وعندهم إيمان يتحدث بلا كلمات، وأنا عاشق للكلمات. كان إيمان هؤلاء، واحدة منهم سيدة بسيطة جدا، وهناك أيضا بعض المثقفين المسيحيين اللي التقيت فيهم، إلى أن قرأت في إنجيل لوقا، وأنا كنت أتصور أنني أعرف الكتاب المقدس، في آخر التسعينات، عن تعامل يسوع مع مريم، والمقطع أثر في جدا ووجدت نفسي فيه، يعني مع مريم المجدلية ولا مع مريم المجدلية، مع المجدلية، وصعب كان إني واصل حتى أني أحكي شهادتي في هالموضوع عن بجد فيها جانب جذبك، جذبك طريقة تعامله معها يعني لطفه، لطفه، وفهمت أنه مش من السهل أن يتكلم من يغفر الخطيئة، يعني أكثر هو مش أدان بس، هو فهم وكان فيه يقول ما يقول، هو احتوى وأحب. ثم مسألة أن يموت الموت الكفاري، عندنا في تونس شاعر عظيم جدا اسمه أبو القاسم الشابي، كل العالم أنتم بتعرفوا إذا الشعب يوما أراد الحياة، هو في أشعاره كان بيكتب صلوات في هيكل الحب، كان يأخذ استعارات كثيرة من المسيح على الصليب. هذه الصورة أحببتها، عشقتها، إلى أن كان هناك تعامل بسيط وخاص جدا، واخترت أن أكون مسيحي في وسط صعب، العائلة رفضت، الأصدقاء رفضوا. رح أوقف عند هذا الموضوع بصراحة، من الصعب شخصي وقفك، أنت أولاً صحافي وثانياً مثقف، أنا بتكلم كثير وبيدفعوا لي، هاي المصير. من الصعب أنه واحد يوقفك، بس حابب بعرف أنك بتحب الترنيم كثير، وخصوصي لما تكون عم تسمع فريق أريني مجدك اللي هو فريق الكنيسة عنا، بحب كثير لما تكون عم ترنم وفرحان واسمع صوتك أنت عم تقول هللويا، فشو رأيك نوقف وقفة بسيطة نسمع ترنيمة نور والشباب والصبايا، إذا بتسمعونا شو ترنيمة شو رح نسمع؟ يسوع أنت صالح، يسوع أنت صالح، يسوع أنت صالح، يسوع أنت حي، يسوع أنت صخرة، أنت ملجأي، يسوع أنت صالح، يسوع أنت حي، يسوع أنت صخرة، أنت ملجأي، لما بحياتي تتحداني الظروف، تقوى علي المصاعب، تملى قلبي الخوف، بصرخ خدني لحضنك، استرني بجناحاتك، صخرة
صلاتي تستجيب. مش رح انسى خيرك، مش رح وقف صلي، ركبي دايما راكعة، صلاتي بتقول اغمرني بمجدك، بمحضرك بدي كون، انا الهي حي عود ما بتزول. يسوع انت صالح، يسوع انت حي، يسوع انت صخرة، انت ترنيمة حلوة كتير نور، ربي يبارككم على هالكلمات الحلوين. عماد كنا عم نحكي قبل الترنيمة، قلت لي إنه ببيئة صعبة، ببيئة غريبة علي الإيمان المسيحي، أنت قبلت المسيح. فيني أسألك مين كان أول العارفين بإيمانك وشو كانت ردة فعله؟ مين كان أول شخص شاف عماد الجديد؟ هو يعني لنوضح للناس اللي ما بتتصور المسألة، أنا كنت عايش في مكان ضيعة مثلا أو أكبر من ضيعة شوي، ما فيش ولا كنيسة، ما فيش كنيسة، ما فيش أصلا الكتاب المقدس مش متاح، في ناس كانت حتى بتخاف. هذا أمر مش مستغرب ببلد ما نطابعه مسيحي. لا لا، بس في مجتمع متسامح، يعني المجتمع التونسي عموما مجتمع متسامح إلى حد إلى حد. النقطة هذه كانت بينت لي إنه لا، المجتمع مش متسامح في المسألة هذه بالذات، مع إني حياتي قبل الإيمان لاحقاً إنه مجتمع مش متسامح فيها النقطة بالذات، جزء كبير منه لا، في نقطة لكن إعلان إيمانك يعني. في إعلان إيماني يعني ردات الفعل كانت صعبة، أنا خسرت كل أصدقائي في يوم ما، يعني كل اللي يعرف في الأول تصورت إنه عادي، فأنا خبرت أمي يعني انصدمت. هي كانت أول العارفين؟ أول من أول العارفين، من أول العارفين. يعني الناس اللي أنا وما عرفت اللي في مسيحيين في تونس، ما كنت يعني كنت بتصور إنه أغلب المسيحيين هم أجانب، بعدين اكتشفت لا، في توانسة زي ما نحن نقوله في تونس اللي هم مسيحيين، وبلشت أعرف أكثر وأكثر. ردة الفعل لأيمن كانت صعبة، يعني حتى من هناك من إخوتي من توقف عن الحديث معي لسنوات، زواجي لم يحضره الكثير، لا أصحابي ولا صعب. يعني بعرف أنه مشاعر صعبة، وأنا قصد سكتت لأنه بعرف قديش يمكن نحن ما عنا هالخسارات الكبيرة كخسارات، بس ما بتتصور انه كل شخص بده يتبع المسيح بمحل معين رح يكون في خسارة بحياته؟ يعني بعد ان تعلمت عن الإيمان المسيحي وفي الإيمان المسيحي ولازلت أتعلم، أول شيء حبيت فكرة انه أنت في المسيح أنت تلميذ كل يوم كل الحياة، لا تتخرج، لا تتخرج أبدا أصلا. وأنا لما خلصت الدكتوراه كان معي بروفيسور من عظماء البروفيسورية لو سميناه، قال لي جملة بالإنجليزية عظيمة جدا لن أنساها، قال لي غدا الجميع سيدعونك دكتور ومختص، أنت فقط تعلم كم كتابا ومقالا لم تقرأ، أنت الوحيد الذي يعلم حضرة الدكتور كم معارفك محدودة وكم جهلك كبير في الموضوع الذي سيدعوك الجميع أنك مختص فيه وله علاقة بالكتاب المقدس. الكلام يعني كبير، يعني قد ما بتعرف أنت ما بتعرف طبعاً ولا شيء طبعاً. ففي المسيح جملة آية عزتني كثير، في العالم سيكون لكم ضيق. غريب يا أيمن أنه وعود المسيح في الإنجيل الوضوح، الوعود الصريحة جدا جدا، وعدين، وعد بالحياة الأبدية واضح، يعني ما في شك أنت تموت تروح على السماء. وتعجبني لما أنت في الكنيسة بتردد أنا رايح على السماء وأنا راح أتخطف زي الأولاد. فالوعد الثاني الغريب اللي معه
في العالم طبعا. سيضطهدونكم في العالم، سيكون لكم ضيق في العالم، سيخرجونكم من المجامع في يعني أتيت لا لألقي السلام، مع أنه أمير السلام. طيب بس السؤال هون، من لما مشيت مع الرب يسوع ونحن عم نحكي أنه في تضحيات، في خسارات، وهلا طبعا مش رح نوقف الموضوع هون، لانه الهدف من البرنامج انه نقول للناس انه حتى ولو كان في خساره، الخساره لما بتقارنها بالربح بتبطل تحسب خساره. بس اليوم ساقاط اليوم صديقي مرسل خليفه بعث لي رساله، عندي شغل انا وياه، شو خلي كما يقول صديقك يسوع، يعني مش مهم انك تخسر تربح العالم كله وتخسر نفسك. بالمناسبة بحب أقدم له تحية، وإن شاء الله إحنا كمان نوجه له تحية، إن شاء الله يكون ضيفك. ومرة قال لي أنت مش أنت مسيحي بس، حتى أنا مسيحي أكثر. طبعاً نحن الخسارة لا تسوي شيء يا إيمان. الخسارة لما منقارنها بالربح اللي نحن عم ناخذه بالمقابل، ربح صديق طبعاً اسمه أيمن كفرون. تسلم يا حبيبي، بس بنفس الوقت مش مجاملة يا إيمان، صدقني مش أنا بعرف اللي أنت هو المذيع وأنا الضيف. في هالمقطع ستحول إلى مذيع فقط. أنا يا أيمن ربحت أصدقاء كثيرين من جنسيات مختلفة، هو واحد منهم أنت. ثانكيو، وأنا كمان بعتز بصداقتك، بس كمان ما تنسى أنه الرب يسوع قال إن كل من ترك أرضاً أو بيتاً أو حقولاً من أجلي ومن أجل الإنجيل يأخذ في هذا الزمان 100 ضعف وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. هل مرق عليك فترات عماد حسيت بأنه اندمت على الخطوة اللي أخذتها؟ أو إذا بدي أسألك سؤال بطريقة تانية، إذا رجع فيك التاريخ لورا وبتقدر ترجع تعيد كتابة تاريخك من جديد، هل في إشياء بتحذفها؟ هل في إشياء بتعملها بطريقة مختلفة؟ وشو هي؟ سأقبل الإيمان 15 سنة قبل. لو في شيء ندمت عليه إنه ما قبلتش الإيمان لما أنا حبيت يسوع بال82 فقط. اما هل اني ندمت اني لم اني اخترته؟ لا لا يعني لا، تعتبر انك تاخرت من 82 للتسعينات. اتيحت لي الفرصه ان اختار يسوع قبل وعده مرات. طب كان في ثمن للتبعيه، ودائما الرب يسوع بكل حديثه كان عم يحكي عن ثمن لهذه التبعيه. للاسف هذا الايه تفهم احيانا غلط في المحيط اللي انا جاي منه، بيتصوروا انك لتتبع يسوع بيعطوك ثمن، يعني يعطوك مصاري. نسيوا نحن عندما ننتمي الكنيسه بنصير بنعطي مصاري، بنعطي العشر. يعني ثمن التبعيه مش نحن بنقبض، يعني شحطونا مصارينا انتم بالكنيسه. نحن بندفع الثمن. الشخص اللي بده يتبع المسيح طبعا في ثمن للتبعيه، بس اذا نفس السؤال اللي كنت عم اسالك، يعني اذا رجع فيك التاريخ لورا، لو عرفت مسبقا شو هو ثمن التبعيه، هل كنت بتغير رايك؟ في حلاوه الايمان يا ايمن، اللحظات الاولى والايام الاولى كان حاله عشق لا توصف، يعني اقوى من اي حاله حب لا توصف، لانه ليس هناك كلمات ساكتفي بها لا توصف. انا من اليوم الاول في حد صديقي جدا يعني، ودكتور طبيب، بعد اسبوع او سمع اللي انا عملت مسيحي، بعد اسبوع شافني بالطريق ضربني بكف، ضربه بكف. هاي واحد من ردات الفعل. فاختبرت، وماني متعمق كثير في الكتاب المقدس، فاحبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا. هل الاضطهادات اللي بحس كل ما تجيب سيره هالموضوع بالذات، الاضطهاد اللي تعرضت له، بحس الدمعه بتوقف بعينك. ليش؟ لانه اول شيء ما كان اضطهاد بمعنى الاضطهاد، يعني انه بيخوف، لم توضع سكين على رقبتي، مع انه هناك من مسك سكين وحاول قتلي. حتى لحد اليوم بعدني بشوف مرات اشياء على فيسبوك، بخاف على اولادي ومرتي بس، وبيوصفوك بالكافر وبيوصفوك والماسوني وفي احيانا انا بتفاجأ لما بيشتمني رجل دين اتوقع منه الصدق. ممكن تشتمني اني مثلا غيرت ديني، بتقول هيدا ما عنده اصل، ما بحترم رايك، صدقني ايما ما بيزعجني كثير لانه ما بيعرفني. ممكن تقول تشتم كما تشاء لكن بصدق، لكن أن يشتمك رجل دين وبكذب، يعني يصدمني ذلك دائما.
واحيانا نشتم حتى من بعض المسيحيين لانه مفكر انه انا بعمل مسيحي اكثر منه. شو لا، ما في مسيحي اكثر منه، ولانه هيدا ما كان مسيحي وصار مسيحي فهو مسيحي اكثر منه فقط لان عندي بعض المعرفه الكتابيه. اقول لا، هذا لا، هذا صح ولا هذا صح. هل كل اللي بينكتب عن عماد دبور على السوشيال ميديا بينكتب ك مرات اشخاص مزعوجين منك ويقدحون بعماد دبور، او تعرف انه بعض منهم في القدح صاروا من اجمل اصدقائي من بعد ما قدحوا بعماد دبور؟ صح، لكن تدويناته ما زالت موجوده، يعني صعب انها تنشال. على سيره السوشيال ميديا بدي وقف شوي مع هبه وكريس، فينا نسمع هيك شي خبريتين من عندكم عن شو في اليوم عم بيصير على السوشيال ميديا؟ هيك أكيد. اخبار بتحبوا تخبرونا اياها؟ اكيد استوقفتنا كومنت من زاهي وهبي، الاعلامي زاهي وهبي، الاعلامي اللبناني زاهي وهبي، لبناني، نوجه له تحيه. صح، بنوجه له تحيه نحن كمان. وكان كاتب كومنت لانه عماد طلع معه بالبروجرام، وكان عم بيقول انه ما اجمل انه اعلامي تونسي، جميل ان يشهد زميل كار. هل هي كلمه تونسيه اخي؟ لا، تركيه، يعني من نفس الكار يستعملوا الفنانين، حتى تستخدم بنفس المجال، بيقولوا اولاد نفس الكار. صح، صح. زميل كار في زميله دليل رقي وغيريه، كل الود والورود، وحطت لك ورود كمان على تويتر. الله يخليك زاهي، جميل زاهي. رح ارجع اكمل معكم انت وهبه، بس هيدي واحدة من الأشياء اللي بتقصد أنك تكون فيها الإعلام المسيحي بدون ما تكون عم تحكي دين، أنك تترك هذا الانطباع عند الآخرين؟ يعني أول شيء من ثمارهم تعرفونهم. نحن بالحياة، أنت كأسيس لما بتروح تشتري الخضار ولا الخبز الصبح، ما بتقول لصاحب الخضرة سلام ونعمة أنا الأسيس. لا، انت حدا ما بتشتغل، بتعيش طبيعي. بس هل هذا الطبيعي الذي يشتم او يحب، الذي يترك انطباع حلو؟ وفي ناس من اديان مختلفه تترك انطباع حلو، لكن بالنسبه لي مش مساله تدين بقدر ما هي مساله انه هذا الحب الذي اعطاني اياه يسوع اريد ان اتركه اخر بصمه، آخر ما يقال عني. أنا يشرفني جدا أنه الناس تنسى اسم عائلتي وتقول عماد المسيحي. حلو، حلو. نكمل مع كريس وهبة، شو في عنا كمان؟ بعد شغلة عن عماد، في عندك بال 2015 على ويب سايت that7uk.org بال 2015 كتب، أو حضرتك قلت You are free to change your faith, we respect you. هيدا شيء حضرتك سمعته من حدا وتردد بالإعلام، وحاليا عم نشوفه على صفحة sat7uk.org. فيهم مشاهدينا يروحوا يقروا هيدا الارتيكل، واللي هي إذا بدنا نترجمها أنت حر في تغيير إيمانك، نحن نحترمك. هيدا جملة توجهت لخينا عماد بإحدى المقابلات. ناس قالوا لك إياها عماد، أو أنت قاصد تقولها؟ لأنه مش حر نحن نعيش. إن كنت مسيحي وحبيت تغير تصير لديني مثلا، حتى الكنيسة تزعل منك. مع أنه الله يا أيمن بحسب فهمي هو يريد أن نختار، يعني يريدنا أحرار لما خلقنا على صورته ومثاله وهو حر. يعني أنت مثلا لو ابنك حب يغير دينه، أنت أكيد رح تنزعج. طبعا، من حقك. طبعا، لكن الله لا يريد أن يبقى ابنك في الإيمان رغما عنه. مسألة أنه علينا أن نفهم كمتدينين، لو حبينا نتسمى كمتدينين أو كمؤمنين، بمقدمة الحلقة كنت عم أقول أنه المسيح لا يجبر أي أحد على اتباعه. شمعة مطفئة، بيقول فتيلا مدخنا لا يطفئ. محافظين من ترجمات مختلفة. أنا بلشت أحفظ من كتاب الحياة. مش عم أقول إنه ليش عماد مصر إنه يكون صحافي ثقافي مش ببرنامج ديني تيوصل للآخرين. هل بتعتبر لو عماد اتخذ الخط الديني كان ما قدر يوصل للأبعاد اللي حققها كصحافي، عم يحكي برامج ثقافية بس عم بيقدم المسيحية من خلال حياته أكثر من خلال كلماته؟ يعني هو السؤال معقد.
مش صح أنا لا أقدم برامج ذات معنى عميق ويقدم المسيح. من وقت لآخر ضيوفي من أجمل من كتبوا عن يسوع، وأنا أفتخر بذلك. يعني لما يكون ضيفك واحد مثل فيليب يانسي أو غيره من الكتاب اللي هما يعني مسيحيين ومعروفين كمسيحيين وحققوا أكبر المبيعات في كتب مثلا أين الله عندما أتألم، أو يسوع الذي لم أكن أعرفه، وأسماء كثيرة. أنت أيما كن ضيف معي يعني وقدمت. طبعا لما يكون ضيفك مسيحي أنا بشهد أني كنت بحلقة من الحلقات ضيف معك وشفت قديش كنت أولا أنا عم بحكي بحرية عن المسيح، وحتى أنت عم تشارك رأيك ما كنت عم تشارك رأي حيادي. وأنا لا سؤالي مش معناتها أني أنا بعتبر أنه اللي عم يعمله عماد قليل. أنا هدفي وصل وأكتب شيء من شعرا من وقت لآخر يتحدث عن يسوع. هدفي عندي وصل نص شيء. عندي نص إن شاء الله يشوفوه في فيديو في حلقة من حلقاتك اسمه تمنيت من الله. قصيدة يتحدث عن الألم، عن حوار صريح صادق. لماذا نشوفه في الدنيا المشلولين والفقراء والحرب، ولماذا كل هذا، ونقول يعني أنه فما إله، إله محبة. لن أقول لك تفاصيل هذا القصيد، أتمنى أن تشاهد هذا. هل أقدم شهادتي في كل وقت؟ قلت لك نعم يا أيمن، أنا في مرات العقد سحب مني فقط لأني عماد دبور المسيح. وأنا بقول لك كمان عماد كصديق بقول لك أنا ما عندي شك أبدا بشهادتك لإيمانك بكل الأوقات. واللي عم جرب أقوله من خلال الحديث تضوي على موضوع بهمني أني ضوي عليه. كثير من الناس بيفكروا أنه وهون بدي استغل فرصة وجودك لشجع الناس اللي عم يحضرونا. كثير من الناس بيفكروا أنه مجرد أنت تقرر تتبع المسيح، كنا عم نحكي عن الخسارة، مجرد انك تقرر تتبع المسيح يعني لازم تترك شو ما كنت عم تعمل وتتبع المسيح. لو انا سيء. لو انا بالنسبه لي تقول لك بالنسبه لي انا يوم اللي قررت اني اتبع المسيح وكان صوت المسيح بوقت من الاوقات واضح لي اني اترك، تركت. بس انا بقيت سنه ونص مصر انه بدي ابقى بالمجال اللي انا فيه، وصرت اكتشف كموسيقي وكمغني وعم غني بحفلات، لحد ما صرت اكتشف يوم بعد يوم انه لا، الحياة اللي عم عيشها هونيك ما بقدر يكون فيها شهادة حقيقية. بس بالوقت هذا اللي هون بتستغل وجودك. عجبني لما مرة حكيت على هالموضوع بشكل شخصي وأنتيم للكنيسة قلت وفلست أنا بدي استغل وجودك عماد لحتى لا أقول للناس، وكمان بدي أخذ رأيك بهذه النقطة، أنه مش ضروري كل واحد يترك شغله بالكامل إذا بيقدر يمجد الله بشغله. والدليل في عنا شخص صحافي بعده عم بيمارس الصحافة، عندك برامج بتطلع على محطات بتقدم فيها برامج مش دينية، يعني ما بتحكي دين أبدا، ما بتحكي مسيحية أبدا، بتحكي فكر ثقافة، بس بنفس الوقت أنت بعدك بمجالك. صح. هيدا شو بتحب تقول لكل الناس؟ خليني أحط لك سؤال بهذه الطريقة، شو بتحب تقول للناس اللي بيشبهوك بكل شيء ما عدا قرارك، بيشبهوك بالكارير تبعك بمهنتك، أو بيشبهوك بخلفيتك، أو بيشبهوك بطريقة تفكيرك، بس ما بيشبهوك بالقرار اللي أخذته أنك تتبع المسيح؟ اليوم شو بتحب تقلهم؟ لأني لا أؤمن بلاهوت الثروة، لأني لا أؤمن أنه عندما تؤمن بالمسيح فأنت يصير كل شيء وردي أمامك. تقصد البروسبيريتي جاسبل؟ yes. واضح يعني اليوم للأسف. وأنا يعني مثلا بحب كثير تعليم الدكتور والخصيص جون بايبر، بحبه بشكل كبير، هو يعني صديق لي ولزوجتي. حتى تقابلت معه، يمكن عملت معه حلقة من حلقات، يعني نحن عنا علاقة قريبة مقربة. ما أقول إن كنت طبيبا فكن طبيبا ناجحا، وإن كنت فلاحا فنحن نفرح لتلك الزهور وما تعطينا من خيرات الأرض، كن فلاحا ناجحا. إن كنت إعلاميا فكن شاهدا للمسيح، إن كنت فنانا رساما طالب بالجامعة انجح لأجل المسيح، وإن كنت مرنما فغني للمسيح. حتى تسمع ترنيمة مع فريق أرني مجدك نور والفريق، إذا فينا نسمع منكم ترنيمة. إلهنا أبيب
لو كان عندي صوت حلو لكنت مرنما ومرنما فقط. بس عندك ألم حلو. بيقولوا لي صوتي حلو لما بحكي على التلفزيون فبقول لهم بغني بغنم. لا بس فعلا عندك ألم حلو. وخليني الوقت عم يمرق بسرعة معك عماد، فعلا ما كنت متوقع أنه الوقت يمرق بهذه السرعة. من لطف. بدي وقف شوي لحظات عند فيلم أغسطينوس. عماد كتب هيدا الفيلم ومش بس كتب الفيلم، حتى كان منتج منفذ مع شخص آخر، وبنفس الوقت كنت عم تركض على التفاصيل هو عم يتنفذ هيدا الفيلم. هل كنت بتتوقع أنه فيلم أغسطينوس يعطي نتيجة أكثر مما أعطى؟ يعني هل أعطى فيلم أغسطينوس بنظر عماد أقل من ما كان عماد بيتوقع؟ وتحديدا هون عم بقصد، لانه بعرف قلبك وهدفك من وراء تقديم البرنامج مش بس انك تحكي عن القديس اغسطينوس كمن وجه الثقافه او كفيلسوف، كان هدفك انك توصل رساله مسيحيه. انا حضرت الفيلم على فكره وكنت كثير متاثر باللي تقدم فيه، بس هل قدم الفيلم اقل مما كان عماد متوقع؟ لا، الفيلم فاجأني رغم توقعاتي الكبرى، والفيلم لا زال يفاجئني. اول شيء فاجأني لأنه اكتشفت أنه الناس في بلداننا نحن نخاف أحيانا أكثر من الواقع. لما عرض هذا الفيلم بوهران بالجزائر وبالجزائر العاصمة وبصفاقس وبتونس وبالإسكندرية وفي مدن لا يوجد فيها إيمان مسيحي، كان تصفيق الجمهور بالآلاف أيمن بالآلاف. فمثلا أنا مع هالفيلم تعلمت في الإنتاج التلفزيوني أو في الإنتاج السينمائي، كذلك تعلمت اكتسبت خبرة. رسالة الفيلم جميلة جدا في وقت أخبار العالم العربي من المغرب من ليبيا من اليمن من سوريا من كل العراق هي الدم دم دم وقتل. هذا الفيلم يتحدث عن أربع أنواع من الإيمان، فيه الإيمان المعنوي وفيه الإيمان العائلة المعاصرة عائلة مسلمة،
الأم تخاف على ابنها، لكن يقدم حقيقة الإيمان المسيحي بكل بساطة، بكل فن، بكل حب، ويعطي كذلك أهمية للإيمان المسيحي كجزء من التاريخ العربي، وأنه ليس أو المنطقة العربية اليوم. لم يخفي هذا الكتب الفيلم إيمان صاحب القصة. فخور أني وأنا من أقدم إعلاما فقط بعيد عن علي لا 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 يا إيمان بالعكس أنا لا لا فخور أنك يعني محبتك يا إيمان أنت سندتني في وقت لما كنت أترك عائلتي، كنت تقف إلى جانب عائلتي. عماد، بدي أرجع شوي لموضوع الحلقة وأحكي عن المسيح بحياة عماد. شو شي خسرته لأجل المسيح وتتمنى أنك لو لم تخسره؟ شي بتقول إذا بيرجع فيه التاريخ بعمل جهدي أني ما أخسر هالشي بالذات، بس أنت خسرته لأجل اسم المسيح؟ يعني السؤال صعب وحلو في نفس الوقت. مثلا أنا خسرت يعني خسرت بعض الأصدقاء، لا ما في يقول أني لا لو ما خسرتهم. بتعرف شو، وأنا بكبر في الإيمان المسيحي، في أول إيمان المسيحي أحيانا كان عندي مثلا ردة فعل لأني تألمت من ردود فعل على إيمان المسيحي، كنت أقول لو عندي الفهم الآن أكثر لعائلتي لما علمتهم أني صرت مسيحي، ما كان لازم رد الفعل أو دافع عن نفسي، كان لازم أفسح المجال للمسيح يدافع عني، أصمت والرب يحامي عنك. ما كان عندي كل هذاك الوعي، لكن الرب آيات جميلة من أحسنات الرب أننا لم نفنى. حكينا خسارة. ما بعرف هل تسمى خسارة يا إيمان؟ يعني بولس الرسول بدي لك، بولس الرسول قال وما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل فضل معرفة المسيح خسارة، ولكني ومش بس هيك قال حتى بل الموت. إني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع المسيح. والموت ربح لي. بدي أسأل عماد، غير أنك ما رجعت اللي ربحت صداقتك وربحت هيدا الكلام خلص، لا ربحت صداقات كثيرين يعني نور صديقي، جوني وروي، رامي سمير، في أصدقاء كثيرين يعني، عندي صديقي مايكل بطر، أصدقاء قائمة تطول. كنت أفتكر أنني فقدت بعض الأصدقاء لكنني ربحت جدا جدا، وحتى في الشغل. أنا حتى في لبنان يا أيمن، السنة الثانية من وجودي بلبنان فلست عن جد. السنة الثانية بوجودي بلبنان في مرة وقلن بتعرف أنه أحيانا ما كان عندي ثمن الأكل، بس الرب أمين جدا. الناس بيشوفوك أنت بس الإعلام الناجح واللي معك سيارة حلوة وبيتوقعوا إشي، بركات الرب ونحن عنا ونحن ما عناش، بركات جميلة جدا جدا. بدي منك كلمة نختم فيها، شو إذا بدك تلخص ربح عماد في المسيح بكلمة بسيطة عم نختم فيها، وتودع المشاهدين قبل ما أسمع كلمة ترنيمة بالآخر، شو بلخص عماد ربح المسيح بعبارة؟ وبكى يسوع، آية صغيرة جدا في الإنجيل، هي الدمعة التي تغسل كل ذنوب وخطايا الإنسان. ربحت أنني أعرف يسوع عن قرب وبشكل شخصي، ربحت أني أعرف أنه عندما أخطأ لا أحتاج أن أكفر عن ذنبي بإعطاء أموال أو أصنع حسنات، بل أن آتي إليه ببساطة وأقول له ربي اغفر لي لأكون ملكا لك، علمني أن أكون محبا لكل الناس كل الناس. وشو أعطى عماد المسيح؟ المسيح شو أعطى عماد فيما يتعلق بنهاية هذه الحياة على الأرض أو الحياة على الأرض بالمجمل بالمطلق؟ يعني أعطيت كلمة كبيرة، بس أتمنى هو أنه ماذا أعطاك هو؟ هو أعطاني الكثير يعني أعطاني نعمة في عيني على هذه الأرض والحياة الفانية. شو أعطاك المسيح؟ أعطاني نعمة في عيني ملوك ورؤساء، أوقفني أمام ملوك ورؤساء باحترام. مش هذا أهم شيء، أعطاني نعمة عندما أتكلم إلى الفقراء والبسطاء، أدخل إلى قلوبهم كما يدخلون إلى قلبي. أنا أحسن الأشياء لما أتحدث إلى أبسط بسطاء الناس واللي هزمتهم الحروب. أعطاني نعمة غير عادية، أعطاني ثقة أنه لو أنا مشيت أو مرتي مشيت
مشيت أولادي أعطيناهم شيء ثمين وغالي. أتمنى أن أترك شيء يشجع ناس ثانيين أنه النجاح في المسيح حلو، بس النجاح في المسيح فيه ثمن وبيحب التعب، والرب يحب من يبكر باكرا إلى الحقل، ويحب من يذهب إلى كنيسته للعبادة، ويحب من يعطي أكثر، لأننا بقدر ما نعطي نحن بخلاء. المسيح الناس بيحكوا كثير على فلس الأرملة، هذاك الفقيرة بتعطي بسهولة. لما أنت بتكون ناجح وعندك مصاري أكثر، تعلمت أيمن وأختم أننا بقدر ما نعطي عشورنا أو خموسنا أو نص ما نملك، فنحن نعطي من بخلنا. وأختم وشكرا على محبتك عماد دبور. شكرا لك على الوقت اللي أعطيتنا إياه. أصدقائي المشاهدين، أنا بدي أشكر متابعتكم، لأن بدي أشكر هبة وكريس على المجهود اللي عم يعملوه، مش بس بوقت الحلقة، حتى بخلال الأسبوع هني عم بيتابعوا شو عم بيصير على السوشيال ميديا بيتعلق بالبرنامج. بدي أشكر فريق أرني مجدك، ورح نختم معهم بترنيمة طبعا. بس قبل ما نختم أصدقائي المشاهدين، بدي لكم تقدروا تتابعوا الحلقة بشكل مستمر خلال الأسبوع بأي وقت بتحبوا تتابعوها، على السوشيال ميديا، على المواقع وعلى الصفحات اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشة. رح نختم بترنيمة مع فريق أرني مجدك، وأنا بعطيكم موعد بالحلقة اللي جاية ببرنامج هلم ورائي. مش ممنوع، مش ممنوع، لا هلم ورائي. ليس من صعب أودي شديد لا يسكت، ليس من سهل بعيد لا يملكه، ليس من حزن عميق لا يمسى، ليس من سهل، ليس من صعب أو ضيق.